بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرحبا بنا جميعا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات سلسلة معالم نظرية المنهاج النبوي عند الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله. حلقة اليوم في موضوع وظائف نظرية المنهاج النبوي، بعد حديثنا عن المباني المركزية قبله وعن المقاصد وعن المرجعية، ننتقل إلى الوظائف. ما هي الوظائف لهذه النظرية؟ نختصر الكلام في هذه الوظائف في الآتي: من وظائف نظرية المنهج النبوي وظيفة التفسير، أنها تفسر كل ما هو مجمل وكل ما هو غامض وكل ما هو قابل للتفسير والتعليل والتأويل. التفسير بمعناه العام، لأن النظرية عبارة عن جهاز يقدم الحلول ويضع الأمور في نصابها ويجيب على الأسئلة ويلبي حاجة، فلا مكان لأي شيء غامض. ما لم يفسر، ما لم تفسر الإشكالات، ما لم يجاب على الأسئلة، فالنظرية لا تؤدي وظيفتها. إذن فوظيفة نظرية المنهج النبوي أنها جهاز تفسيري تفسر الوحي ومعارف الوحي. الوحي يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى بيان، وما السنة إلا بيان مفصل للقرآن الكريم. ومع ذلك ما زال الوحي في نصوصه يحتاج إلى كثير من التفسير والتأويل، وخصوصا عند التنزيل. إذن فنظرية المنهج النبوي تؤدي هذه الوظيفة، كما تفسر لنا التاريخ والواقع والمستقبل، وكلها مجالات تحتاج إلى تفسير، أي تحتاج إلى بيان، لأن الأمور لا تستبين فيها، لأن الواقع فيه تناقضات، فيه أمور كثيرة تستشكال، فيه أسئلة تحتاج إلى جواب، في حاجيات قائمة تحتاج إلى من يلبيها. فالنظرية تفسر لك هذا. ومن أوجه التفسير، سواء لنصوص الوحي، سواء لنصوص التراث المعرفي، سواء لقضايا التاريخ وإشكالات التاريخ وتأويلات المؤرخين، سواء تعلق الأمر بالواقع وتناقضاته وتفاصيله، أو تعلق الأمر بالمستقبل واستشراف المستقبل ونوع المستقبل، كل ذلك يقوم على تقديم بيان واضح وتفسير وإجابة على الأسئلة، وتعليل ما ينبغي تعليله، وتفصيل ما ينبغي تفصيله، وتأويل ما ينبغي تأويله، إلى آخره. فهذه وظيفة مركزية لهذه النظرية. وظيفة التخطيط: النظرية ترسم خططا لمشاريع الأعمال تنجز. ولذلك كما أسلفت، فهذه النظرية فهي خطة للعمل وليست خطة للنظر فقط، فهي تخطط وتضع الخطط على شكل مشاريع في مختلف المجالات، في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الرياضي، في المجال الثقافي، في المجال الفردي، في المجال الجماعي، وهكذا في مجال التعليمي إلى آخره. فكل هذا تحتاج هذه الجوانب إلى صياغة مشاريع عملية الذي يقدم لك إنارات ومنهجا لتخطيطها ورسمها، هي التخطيط من خلال نظرية المنهاج النبوي. الوظيفة الثالثة هي وظيفة التنسيق، أي نظرية المنهاج النبوي من وظائفها أنها تنسق بين جملة من الثنائيات ظلت متخاصمة في تاريخنا الفكري وفي واقعنا الفكري والعملي الزمني. فالنظرية تقدم لنا هذه الخدمة الجليلة النفيسة، وهو التنسيق، أي إعادة وصل ما انفصل، إعادة ربط ما تفرق بين جملة من الثنائيات، منها العلم والعمل الذي نعانيه، وهذا الفصل الغريب الخطير بين ما هو علمي وما هو عملي.
وهذا أخذا من كتاب الله تعالى، وهو أن العلم كلما ذكر في القرآن ارتبط بالعمل، ولا فائدة ترجى من معلومات ومعارف ونظرية تتراكم في الذهن ولا خبر ولا أثر في دنيا الناس. هذا لا يعد علما، وإن نعت علما فإنما هو تسمية مجازية وليست حقيقية. لا يوجد مفهوم للعلم في القرآن كما في السنة إلا مرتبطا بالعمل. حتى قال الإمام الشاطبي رحمه الله: القصد من العلم العمل، القصد من العلم العمل، بمعنى العلم مجرد وسيلة. فما المطلوب؟ ما المقصود؟ هو بناء العمل بمواصفات الصلاح، هي والذي سيكون موضوع حساب يوم القيامة. إذن فوظيفة التنسيق في نظرية المنهج النبوي تقدم لنا هذا الحل، وتعالج لنا هذه المعضلة، وترفع عنا هذا الإشكال، وهو هذا الفصل الحاصل بين العلم وبين العمل. فالعلم إمام العمل، كما أنها تنسق وتربط وتصل بين الإحسان والاستخلاف. وقد أسلفنا الحديث عن مقاصد نظرية المنهج النبوي بأنها مقصد الإحسان ومقصد الاستخلاف، مجتمعين متكاملين غير منفصلين. فالإحسان ظل في تاريخنا التربوي وتاريخنا العلمي المعرفي الفصل الغريب بين مفهوم الإحسان وقضايا الإحسان، بما هو ترقية الفرد في مدارج الإيمان إلى ذروة الإحسان، وبين الاستخلاف، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، التمكين لدين الله في الأرض، التمكين الاقتصادي السياسي الثقافي العلمي الحضاري للأمة في الزمن والمكان. ظل هذا الأمر منفصلا، فركزت النظرية من في وظائفها على هذا التنسيق، على هذه الوظيفة، هو الجمع، هو الوصل، هو التنسيق بين الإحسان والاستخلاف، بين الجهاد والاجتهاد، وكلاهما مشتق من مادة لغوية واحدة، وهو الجيم والهاء والدال. جهاد، منه اشتق الاجتهاد ومنه اشتق الجهاد، بل إن الاجتهاد هو جهاد علمي نظري، الجهاد هو اجتهاد عملي. إذا كان الاجتهاد جهاد علمي نظري فإن الجهاد هو اجتهاد عملي تطبيقي. ولذلك فلا بد، لا معنى أن يفصل الاجتهاد عن الجهاد، فهما يتكاملان ويتعاضدان، فالجهاد يطبق مقتضى الاجتهاد. أما حين نفصل بينهما فإننا نعلن بذلك أزمة حاصلة ولا مخرج منها إلا بوظيفة التنسيق الذي تقدمه لنا نظرية المنهج النبوي. تنسق بين الصحبة وبين الجماعة، عنوان أزمة تاريخية عميقة في تاريخ التربوي والفكري والثقافي في الأمة، وما زالت آثاره ظاهرة بارزة للعيان. هذا الانفكاك، هذا الانشقاق بين مفهوم الصحبة وبين مفهوم الجماعة. الصحبة إذا ذكرت ارتبطت بالطرق وبالزوايا التي لا دخل لها في شأن الأمة ولا في الشأن العام، وإذا ذكرت الحركة والجهاد فإنها لا ذكرى لمعاني التربية ولمعاني الصحبة. والأصل والكمال والأصل الأصيل وأن يجتمع الأمران، وهذا هو وجه من أوجه وظيفة التنسيق. ثم التنسيق بين الدعوة والدولة، لا ينبغي للدولة أن تحتكر الدعوة ولا أن تهيمن على الدعوة، ولا للدعوة أن تنفصل وأن تفر من الدعوة وقضايا الدعوة، بل لا بد من تنسيق بينهما، وكل طرف يأخذ محله ومهمته وظيفته ولا يتجاوزها. وهذه من أعظم وأعمق الوظائف التي تقدمها نظرية المنهج النبوي. الوظيفة الأخرى هي وظيفة التأصيل، لأن المنهاج النبوي وهو مفهوم مركزي من مفاهيم نظرية المنهاج النبوي، هذا المنهاج هو كيف عرف
هو تطبيق للقرآن وتجسيد في حياة الفرد وتاريخ البشر. هكذا يعرفه الإمام أخذا من تعريف ابن عباس رضي الله عنهما للمنهاج عند حديثه عن قول الله تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المنهاج بمعنى في معناه العام هو الطريق الواضح، الطريق الواضح. لاحظ الإمام كيف اهتدى إلى هذا المصطلح من أجل أن يضمن التأصيل، وظيفة التأصيل، لأنه إذا تسرب عنصر التشويه أو التغريب أو التضليل أو التحريف إلى المفهوم، فإن كل ما يحمله المفهوم يسقط وينهار، ودواؤه هو التأصيل. يجب أن يحرص كل واحد على أصالة مفاهيمه، لأن الخطورة، كل خطورة في المفهوم. إذا تسربت إليه معاني غير أصيلة يوشك أن يسقط وأن ينتج ضلالا في الفكر قبل أن ينتجه في العمل. ولذلك حرص الإمام رحمه الله على هذا وظيفة التأصيل، انطلاقا من تأصيل المصطلحات، تأصيل المفاهيم، تأصيل المعارف إلى آخره. لماذا؟ لأن ينظر إلى المنهاج على أنه تطبيق للقرآن وتجسيد في حياة البر. بل المنهاج قال عبارة عن السنة، والسنة عمل تابع للعلم. يرجع المنهاج إلى أصالته، المنهاج في أصالته هو طريق ومسلك تطبيقي لعلوم ومعارف القرآن الكريم. إذن السنة ليست مستقلة عن القرآن. ما وظيفة السنة؟ وظيفة البيان والتفصيل في الزمان وفي المكان. قال هذه الوظيفة إذن مؤصلة في علاقة السنة بالقرآن، ولذلك أخذ هذا المصطلح وهو المنهاج لكي يحافظ على أصالته في تنزيل مقتضيات الوحي في الزمن وفي المكان وفي حال أهل الزمن. هذه وظيفة التأصيل. التجديد من وظائف نظرية المنهاج النبوي، التجديد. قال رحمه الله، وهذا نصه: لكن الذي نحن بحاجة إليه هو الفقه الكلي الذي يشمل كل العبادات الفردية والمعاملات الجزئية في نسق واحد، يؤدي وظيفة إحياء الأمة وإعادتها إلى حضن الشريعة وصراط الله. هذا الكلام قال هذه الأولوية القصوى والقضية العظمى للأمة في هذا الزمن وفي هذا المكان وحسب هذه الأحوال، الذي نحتاج إليه هو الفقه الكلي، أي الفقه الذي يمكننا من الإبصار الشمولي للقضايا حتى لا نتيه ونضل في تفاصيل الواقع وتناقضات الواقع، أي بمعنى تجاوز الفقه الجزئي الذري الذي يدخل في تفاصيل منفلتة عن كلياتها. هذه خطورة الأمر، وذلك يحتاج الأمر إلى تجديد النظر، إلى تجديد في المنهج وتجديد في هذه المعارف، إعادة ترتيب هذه المعارف، وهذا وجه من أوجه التجديد. كل تراثنا يحتاج إلى إعادة النظر، إلى النظر إليه من زوايا أخرى، أي من زاوية مصالحنا، من زاوية أسئلة التي تحرق أمتنا في هذا الزمن وفي هذا المكان. فإذا اختلفت زاوية النظر اختلفت نتيجة النظر قطعا وحتما. ثم وظيفة التوحيد. النظرية المنهج النبوي مسكونة بهم توحيد الأمة، فالتوحيد قضيتها من قضاياها الكبرى. فنظرية المنهج النبوي لا ترتخي ولا تستكين لواقع التجزئة الذي تعيشه الأمة، لا ترتهن إلى هذه الكنتونات التي توزعت فيها أوطان الأمة، بل من الوظائف التي تقدم أنها تعمل على توحيد الأمة محليا وإقليميا وعالميا. فهي تستحضر مبدأ التطرج في أداء هذه الوظيفة، وظيفة التوحيد. فهي تبدأ بما هو محلي، فلا بد من العمل
والإسهام بخطى متئدة لكنها موزونة ومتقدمة من أجل إنجاز توحيد الأمة، حمل الأمة مهما اختلفت مهما تنوعت مذاهبها ومعتقداتها، فإن هناك من المشتركات ما يجعلنا نسعى إلى ائتلافها على تلك المشتركات وتلك المصالح. ثم ننتقل حين نزال الخطوة إلى الخطوة الثانية وهو التوحيد على المستوى الإقليمي، وهذا هذه هي المصلحة العالمية الآن، أي التكتلات الاقتصادية والحضارية والثقافية والسياسية، الكل يسعى إلى التكتل. كلما تكتلت الأمم والدول كلما تقوت، هذا الأمر لم يعد يحتاج إلى بيان أهميته. فالعمل على توحيد الأمة على المستوى الإقليمي ثم على المستوى العالمي، هذا مطلب غاية في الأهمية، وتعمل نظرية المنهاج النبوي على إنجاز هذا المشروع وهذا الورش الكبير. أخيرا وظيفة التنفيذ، وقد أسلفنا القول في كثير من القضايا على أن من خصائص نظرية المنهاج النبوي هو الارتباط بالمنجزات، الارتباط بالعمل، وهو التنسيق بين العلم والعمل. فتحرص نظرية المنهاج النبوي على أداء وظيفة التنفيذ ليس فقط من حيث المشاريع ولكن حتى من حيث اللغة، اللغة التي تستعمل في نظرية المنهاج النبوي لغة إجرائية، ليست لغة فلسفية، لغة مثالية طوباوية، لكن يختار، وهذه جريا على أسلوب القرآن وعلى لغة القرآن، يتحدث باللغة الإجرائية القابلة للعمل التي ترشد إلى العمل، ترشد إلى المطلوب إنجازه. وحذلك المستوى المفاهيم، إذا لاحظتم المفاهيم التي ذكرناها في الحلقة السابقة، مفاهيم نظرية المنهج النبوي سواء المفاهيم المركزية أو المفاهيم الفرعية، هذه المفاهيم إذا لاحظتم انتبهتم إلى لغتها وإلى ألفاظها وإلى المعاني التي تندرج تحتها، فهي كلها تدل على العمل وقابلة للامتثال والتطبيق والإنجاز. وعلى مستوى القصد، الصحبة والجماعة من حيث المفاهيم، الصحبة والجماعة، الذكر، الصدق، الإحسان، كل هذه الإحسان مدلوله عملي من حيث إتقان العمل، من حيث إحسان العلاقة مع الوالدين، من حيث الترقي في درجة العبودية، من حيث كلها مفاهيم فيها نفحة عمل. كذلك على مستوى القصد، على مستوى التنظيم، الجانب التنظيمي بما هو إجراء تنفيذي لفكرة نظرية المنهج النبوي، فكله وجه تنفيذي عملي. يعني محور التنظيم في نظرية المنهج النبوي دليل عملي آخر على أن من وظائف نظرية المنهج التنفيذ، وإلا لماذا يتحدث عن التنظيم بتفاصيله؟ لأن ما فصله معرفيا ومؤصلا القصد منه هو أن ينزل الأرض، ولكي ينزل الأرض لابد من خطة تنفيذية. إذن فوظيفة التنفيذ من الوظائف المركزية كذلك في نظرية المنهاج النبوي، والحمد لله رب العالمين.